ولمناقشة تكرار استهداف الحرس الثوري الإيراني ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني حسن راضي. سيد حسن، مرحبا بكم. يعني بعد ضربة الأحواز الشهر الماضي خلفت هذه الضربة 24 من الحرس الثوري الإيراني، اليوم تأتي عملية خطف فيها 14 جنديا من بينهم 7 من الحرس الثوري الإيراني، ولكن في أي إطار يمكن وصف هذه العمليات المتكررة؟ طبعا نستطيع، تحياتي لحضرتك ومشاهدين الأفاضل. طبعا نستطيع أن نقول أنه تأتي في إطار الدفاع عن النفس، في إطار المواجهة المستمرة بين الشعوب القومية الغير فارسية في إيران من جهة، وبين الدولة الفارسية المتمثلة الآن بالنظام الإيراني الحالي الذي حرم تلك الشعوب من أبسط حقوقها القومية وحتى الإنسانية. لذلك هذه الشعوب تناضل منذ عقود من أجل الحصول على حقوقها، ويعني بدأت بالنضال السلمي والمطالبة السلمية، لكن النظام الإيراني لم يسمح لها حتى بالمطالبة السلمية والاحتجاجات السلمية والمظاهرات، وقمعها واعتقل العديد من الناشطين وأعدم يعني المئات منهم وبشكل مستمر. لذلك بدأت الشعوب أن تنتهج نهجا يعني عسكريا، نهجا يعني للدفاع عن النفس من خلال ضرب الحرس الثوري الإيراني، من خلال يعني العمليات العسكرية، الاغتيال، الاختطاف وغير ذلك، لأنه الحرس الثوري الإيراني هو من يمثل يعني اليد الضاربة للنظام الإيراني ويمارس قمع وإرهاب شديد جدا، حتى يعني الناشطين الذين يسلمون من جهاز المخابرات الإيرانية يعني لم يسلم من جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الذي هو يمارس أيضا القمع ويمارس الاعتقالات والإعدامات والقتل يعني تحت التعذيب في الزنزانات. لذلك جاءت هذه العملية لتؤكد من جديد رفض يعني الشعب البلوشي للوجود الإيراني من جهة، ولكل سياساته القمعية في بلوشستان بشكل خاص وفي عموم إيران بشكل عام، لأنه الشعب البلوشي كما نعرف هو يعاني أيضا من اضطهاد مضاعف كما يعاني منه الشعب الأحوازي، لأنه شعب بلوشي من جهة يعني ينتمي إلى قومية أخرى، وأيضا ينتمي إلى المذهب السنة الذي أيضا يقمع ويضطهد من قبل السلطة الإيرانية. سيد حسن، النظام في طهران طبعا يحاول إلصاق مثل هكذا عمليات بمهربين مخدرات، لكن أيضا هناك تصريحات للنظام تزعم بأنها تمتلك أقوى جهاز أمني في المنطقة. ما دقة هذه الرؤية بعد هذه العمليات المتكررة؟ لا طبعا يعني اثبتت كل يعني العمليات التي يقوم فيها يعني المناضلين في الاحواز وفي بلوشستان وفي كردستان، اثبتت انه هذه النظريه ساقطه، وايران لا يمتلك جهاز امني قوي كما يدعي، بل يعني كل العمليات التي تستهدف خاصه الحرس الثوري هي تكللت بنجاح، لكن يقوم النظام الايراني ومن اجل اثبات انه لديه جهاز امني قوي بعد ذلك يقوم باعتقالات عشوائيه واعدامات وتعذيب من اجل ان يثبت انه يعني اعتقل المنفذين او الشبكه التي ترتبط بهم، ولكن هذا بعيد كل البعد عن الحقائق. ولم يستطيع النظام الايراني من كشف العمليات لعدم وقوعها يعني. لذلك انا اعتقد يعني النظام الايراني لا يمتلك جهاز امني قوي في الداخل خاصة، والكثير من العمليات يعني تكلل بالنجاح، والدليل على ذلك يعني عملية الأحواز التي يعني قضت على الكثير العشرات من ولكن سيد حسن يعني ولكن سيد حسن نعم في عملية الأحواز طهران اتهمت بالتحديد دولتين خليجيتين في تلك العملية، هل صحيح ما ذهبت إليه طهران؟ لا بطبيعة الحال، لأنه إيران دائما ومنذ 40 عاما بالتحديد يعني تحاول تحمل كل أزماتها الداخلية ومشاكلها الداخلية وكل ما يحدث يعني المشاكل الاقتصادية يعني أيضا العمليات العسكرية وكل ما يحصل في الداخل تحمله للداخل، بمعنى أنه كأنما أنه في الداخل يعني أمان ومستتب وليس هناك احتجاجات وليس هناك اعتراضات، وكل ما يحصل في الداخل هو من مخططات والمؤامرات الخارجية.
في الواقع انه ليس هناك دعم خارجي للحركات في الاحواز وفي بلوشستان وفي كردستان ايران، وكل ما يحصل هو بجهود ذاتيه، والا واذا كان هناك دعم من قبل دول خليجيه وغير خليجيه لراينا الان الصوره تختلف تماما في مواجهه النظام الايراني بالمنطقه او حتى في الداخل الايراني. اذا ما تحدثنا عن المستقبل الايراني، هناك احتجاجات لم تتوقف منذ عده اشهر، هناك ايضا عقوبات امريكيه اثرت بشكل فعال على الوضع الاقتصادي للمواطن الايراني، وهناك من يلوح ربما تكون بعمليات عسكريه وشيكه. كيف يمكن النظر الى مستقبل النظام في ايران؟ حقيقة يعني نظرا لكل ما تفضلت فيه، وأهم ما في ذلك هو الاحتجاج المتصاعد في الداخل الذي أخذ أبعادا خطيرة، يعني نقابات ويعني عمال ومعلمين وكل شرائح المجتمع في الداخل الإيراني، إضافة على الاحتجاجات يعني في المجتمعات القومية، أي شعوب غير فاتحة في داخل إيران، كلها توحي بأنه النظام الإيراني يتجه نحو الانهيار، خاصة هناك فشل يعني في التعامل الإيراني على الصعيد الأمني، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، فشل ذريع. لذلك أنا لا أتصور هناك يعني ضربة خارجية للنظام الإيراني، كلما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات وضغوط سياسية هي للتعديل السلوك الإيراني وليس تغيير النظام الإيراني، ولكن نتيجة تلك الضغوطات الخارجية والعقوبات ونتيجة الحراك الداخلي والاحتجاج الداخلي وفشل إيران من جهة أخرى في معالجة كل تلك المشاكل، هذا كلها توحي بأنه النظام الإيراني يتجه نحو الانهيار، ولا سبيل أمام النظام الإيراني إلا يعني الاستسلام للداخل، أما الاستسلام للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العبور من هذه المرحلة. من لندن المتخصص بالشأن الإيراني حسن راضي، شكرا جزيلا لكم.